يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، اهلا بيكم معانا في يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. نهارك سعيد اللي دايما بنحاول يكون فيه كل الفقرات اللي انتوا تحبوا ان انتوا تعرفوا من خلالها كل الاحداث الجاريه في مصر، بنحط لكم الراي والراي الاخر عشان تبقوا عارفين الناس في مصر ايه الاختلافات اللي بينها وبين بعض، علامات استفهام كتير جدا. بنحاول برضو في نهارك نكون بنقدم لكم الاجابات اللي انتوا برضو حابين ان انتوا تعرفوها زينا بالظبط. النهارده هيكون معانا اكتر من فقره، فقرات كتير، بس في الاول صباح الخير رانيا. صباح الفل يا ساره، بصبح مره تانية على كل مشاهدي قناه ناين لايف في كل مكان. النهارده حلقه الثلاث 10/4/2012. الحقيقه انه المشهد السياسي في مصر هو مشهد مختلف مليء بالمفاجات، كل يوم في مفاجاه. ترشح اللواء عمر سليمان في الفتره الاخيره عمل انقلاب في حاله الانتخابات الرئاسيه لجمهوريه مصر العربيه. زي ما كانت ساره بتقول هيكون في فقرات كتير جدا معانا النهارده. اول فقره هتكون موجوده معانا ايه ساره؟ اول فقره النهارده هي فقره بعيده شويه عن السياسه، لانه بجد في نهارك بنحاول طول الوقت نحط لكم الاحداث اللي بتحصل في مصر، مش بس السياسيه، ولكن طبعا هي معظمها سياسيه، ولكن كمان الاحداث التانية لازم يكون عندكم ولو علم بيها، يعني العلم بالشيء. معانا الاستاذ محمد السبعي، هو مخرج فيلم يوميات مراسل. الفيلم اسمه يوميات مراسل للمخرج محمد سباهي، هيكون معانا النهارده هنتكلم برضو عن يوميات مراسل ونشوف الاحداث اللي فيه ماشيه ازاي، وهل هو له علاقه برضو بالمشاهد السياسيه الفيلم ده ولا لا. هيكون كمان معانا النهارده وفنا منورنا في استوديو في نهارك سعيد سياده السفير محمد رفاعه الطهطاوي، والحقيقه هنتكلم معاه عن تحليل المشهد السياسي واللي حاصل في مصر دلوقتي، واللي اكيد بيشغلنا وبيشغلكم وبيشغل بال كل المصريين. عايزين نعرف ده اسم العيله رفاعه الطهطاوي، يعني هل هو من العيله ولا ده شبه تشابه اسماء. كمان هيبقى معانا الاستاذ عبد الرازق ابو العيله، هو استشاري تنموي ومدير مشروع العاملات، هو هنتكلم معاه النهارده في موضوع مهم جدا، هو عن وضع قانون خاص بالعاملات بالمنازل الخادمات. هنتكلم عن القوانين اللي هتوضع او اللي وضعت فعليا للعاملات بالمنازل. كمان هيكون معانا فقرة النهاردة مع الخبير الإعلامي الأستاذ ياسر عبد العزيز، هنتكلم معاه عن المشهد الإعلامي. حقيقي أنه الإعلام ليه دور كبير جدا في الانتخابات الرئاسية اللي حاصلة دلوقتي، في ناس كتير جدا بتعمل دعاية لبعض المرشحين، في ناس رافضة ده تماما. يعني إيه هي المعايير الإعلامية المظبوطة اللي المفروض تكون بتتبع في فترة مهمة وحرجة زي الفترة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي؟ خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي أولى فقراتنا في نهارك سعيد، خليكم معانا.